فرض الصلاة والصوم وعلى أولادك يوصل الدار. بعد منو بقى يا دنيا فجعتينا بمير المؤمنين والزهراء؟ قالت وام الحسن باسم باسم واقطع له فادة بخليه يتلوى بسم بمحضر أولاده، وإذا شافوه وإذا شالوه تابوت بنو هاشم على العادة. يا مشوف بالنشاب على ذاك العزيز يدور. بعد منو بقى يا مؤمنين؟ اي والله اي والله، وام العزيز حسين ذاك جيكم معلومة، لخلي منزل النير بصحنة تصرخ البومة، باطرد عن وطن جدة وروي كربلة دموما دموما. يا علي عزيز علينا، ثلاثة أيام على الغبرة بلا غسل ولا كافور. بس كافي بعد يا دنيا فجعتينا. قالت لا بعد يا علي يا علي، وام العزيزة العزيزة ذيك، وام العزيزة ذيك يا حيدر الدايم تشمها نص الليل تزورها جدها والبتول امها. عايش تسوين بيها؟ لخلي يزيد بالمجلس على المنبر يشتمها. الله يا علي، الليلة زينب مفجوعة، الليلة العالم كله مفجوع، الليلة محرابك يفتقد علي. هذا المحراب لطالما نشج أمير المؤمنين عند جدرانه، هاي المحراب لطالما اختلطت دموع علي بتراب هذا المحراب. الليلة أول ليلة المحراب يفتقد أمير المؤمنين، ما يجي لعلي. وأنا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الليلة على الفراش يتقلب يمينا وشمالا، يرفع فخذا ويضع آخر من شدة الألم. قد اصفر وجهه من نسف الدماء، واخضر بدنه من أثر السم، وهو يعيد ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد بن الحنفية هو يسولف لنا، يقول ولم يزل أبي علي ليلة العشرين من شهر رمضان يوصينا بوصاياه ويعزينا بنفسه ويخبرنا بأمره. يقول حتى طلع الفجر، فلما أصبح الصباح وإذا بشيعة علي كلهم مجتمعون عند باب دار أمير المؤمنين سلام الله عليه. شو تريدون؟ قالوا احنا شيعة علي ما نتحمل ما نشوف أمير المؤمنين يوم واحد، وغاب عنا إمامنا أبو محمد حسن، افتح لنا الباب خلينا نشوف الإمام، خلينا نسلم عليه. أخذ لهم الإذن والرخصة فدخلوا. أول ما دخلوا شافوا علي، هذا مو علي اللي عرفونه، هذا مو قالع باب خيبر، هذا مو البطل. شافوه ممدد على الفراش يتقلب يمين وشمال، صاروا يبكون ينادون واعلياه، وهذا يصيح وأبتاه، وآخر ينادي وإمامه. الإمام قال لهم كلمة إخواني، هاي الكلمة الجزء الأول منها كلنا سامعين من علي بن أبي طالب، لكن العجيب اللي يقرح قلوب الشيعة الجزء الثاني منها. قال لهم اسألوني قبل أن تفقدوني، سألوني قبل أن تفقدوني. مين خالف سيدي علي؟ سمعنا منك هذه الكلمة،
لكن هم تصدق فد يوم علي ابن أبي طالب يقولهم ترى ما عندي قوة وما عندي طاقة أجاوبكم على أسئلتكم. قال سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا في سؤالكم لعظم مصيبة إمامكم. فأشفقوا عن سؤاله ولم يسألوه، صاروا يبكون إلى أن أثقل أمير المؤمنين بعلته هذه الليلة. فتح عينه نظر إلى الإمام الحسن، الإمام قال لهم رحم الله والديكم، تعب الإمام بعد ما عنده قدرة، انصرفوا يرحمكم الله. فانصرفوا جميعهم خارج الدار، أغلق باب الدار، اجتمع أبناء أمير المؤمنين عند الإمام ينظرون إليه. أريد أقرأ هذا المشهد يلي تسمعني، إذا انكسر ورق قلبك اطلب حاجتك، ترى أنا وياك أيتام علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يحب الأيتام وحن على الأيتام، اطلب حاجتك وتقضى حوائجكم إن شاء الله. الحسن قاعد يم الحسين قال له أخويا الناس كلها انصرفت وراحت، أسمع صوت وجلبة وبكاء عند باب الدار، أبقي أحد؟ الحسين قال له لم يبقى أحد. قال له قوم خويا نشوف منو واقف عند باب الدار. قام الحسن فتح الباب، شاف أبو محمد، شاف أطفال أيتام واقفين عند باب الدار ودموعهم تجري، بعضهم بيد إناء وفيه لبن، ينظرون للإمام الحسن نظرة الملتمس نظرة المتوسل. بكى الإمام غرورقت عيناه بالدموع، قال ما تريدون؟ قالوا له أبو محمد كل يوم يجينا أبونا علي في كل يوم بعد الصلاة يمسح على رؤوسنا ويعطينا الطعام بيده الشريفة ويلعب ويانا يونسنا ويسلينا. أبو محمد يومين أبونا ما أجا، يومين علي ما شفناه. أبو محمد سألنا عنه قالوا مريض ويريد للبن يشرب، جبنا اللبن لأبينا علي. والله ما شفنا أبونا، ما شفنا أبونا، مدة ثلاثة أيام ما شفنا أبونا. أي والله مدة ثلاثة أيام ما شفنا أبونا، أبونا أبونا، وجانا نرد عهود يا أولاد علينا. إش بيكم يا أيتام؟ وإحنا أيتامك يا علي، وهذا عن لسانك أنت هم يا مستمع. قالوا ضعنا ضعنا ضعنا، فرد ضاع عقب طاحت ولينا ولينا ولينا. وصل صوتهم العلي وهو على الفراش، حدايار بس سمعهم بطل ونينا ونينا ونينا، تحسر عليهم وصد ليهم بعينا بعينا. يقول الأصبغ بن نباتة يقول ليلة العشرين اجيت أنا وجملة من أصحابي، وقفنا عند باب الدار، طرقنا الباب، طلع أبو محمد الإمام الحسن، ما تريدون؟ قلنا لا احنا شيعة الإمام واجينا نشوفه، والله اشتقنا لإمامنا، اعطينا مجال نشوف الإمام. الإمام قالهم يا أصبغ يرحمك الله، الإمام متعب مثقل لا يقدر على الكلام، انصرفوا يرحمكم الله. الأصبغ يقول انصرف الجميع إلا أنا ظليت واقف، ما قدرت ابتعد عن باب دار علي بن أبي طالب. يقول جلست عند الدار، خليت راسي بين ركبتي، وكل ما أسمع صوت بكاء أبناء علي بن أبي طالب يرتفع يرتفع صوتي بالبكاء والنحيب. يقول كل ما أسمعهم يبكون أبكي وياهم. طلع الإمام الحسن مسح دموعه، قال لي أصبغ ألم آمركم بالانصراف؟ قلت له سيدي أبو محمد والله رجلاي لا تحملاني ونفسي لا تطاوعني، اعطيني فرصة أشوف بس إمامي، أسلم عليه أزوره أطمن عليه. أخذ له الرخصة، دخل الأصبغ. بالله سولف لنا يا أصبغ، احنا هم شيعة علي ومحبين علي، كيف رأيت إمامنا؟ يقول يا شيعة شفت علي بيا حال، شفت ممدود على الفراش
مستند إلى الجدار برأسه عصابة، لم أدري أيهما أشد صفرة، العصابة أم وجه علي بن أبي طالب. إيش سوى الأصباغ؟ ألقى بنفسه على رجل أمير المؤمنين، صار يبكي بكاء عاليا أمام أبناء علي وهم يبكون مع بكاء الأصباغ. فتح الإمام عيناه قال: لا تبكي يا أصباغ، إنها الجنة. فقال: أعلم سيدي يا أمير المؤمنين أنك صائر إليها، ولكن أبكي لفراقك، أبكي لما حل بك. ثم صار الإمام الحسن عليه السلام يسأل عن أطباء الكوفة، وكلما وصف له طبيب جاء به إلى أمير المؤمنين، إلى أن اجتمع جملة من الأطباء عند رأس علي يشوفون طبرة أمير المؤمنين وقد حارت عقولهم من عمق هذه الطبرة. والإمام يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، فلما أفاق نادى ولدي حسين: من هؤلاء؟ قال: أبا يا علي، هذول الأطباء جمعتهم لعلاجك. لوح الإمام بيده قال له: لا يا حسن، لا تعالجوني بالدواء، قلبي ترى ذاب، أنا الطبيب اللي أداوي الجريح بتراب. ولاه ما عندي دواء لطبرة المحراب، هذا قضى الباري علي ما عنهم حال. إلى أن أحضر الإمام الأثير ابن عمر السكوني، كشف جرح الإمام، أمر برئة شاة حارة، ذبح الإمام الحسن الشاة وأحضر الرئة، نظر إليها الطبيب، أخرج منها عرقا ودسه في رأس علي بن أبي طالب، ثم أمهله ساعة وأخرج ذلك العرق وصار ينظر إليه ويطيل النظر إليه. وأبناء علي تعلقت قلوبهم بالطبيب، هذا يقول له: يا طبيب، أيشفى أبونا علي أم لا؟ هذا يقول له: يا طبيب، هم يقوم أبونا بالسلامة ويعيد ويانا بالعيد؟ هذا يقول له: هم يقوم أبونا لنصير أيتام بعد أمير المؤمنين؟ ما جاوبهم الطبيب، التفت إلى أمير المؤمنين وقد ارتعدت فرائصه واصفر لونه، قال: يا علي يا علي يا علي يا علي، اعهد عهدك وصيتك، فإن طبرة اللعين قد بلغت الدماغ. فنادى أبناء أمير المؤمنين وعليا وإماما وأبتا وأبتا: أريد أخذ منك دمعة وأطلب حاجتك. إخواني، ضربت ستارة حاجز بين الرجال والنساء، مو الإمام الحسن دخل الأطباء، ضرب حاجز. زينب بعدها ما تدريش القضية، ما سمعت صوت الأثير وما درت إيش صار، لكن سمعت بكاء إخوانها عند أمير المؤمنين. وقفت يم الستار زينب، المن تنادي بالحسن؟ لا، ما نادت الحسن،
الحسين لا ما نادت الحسين المن نادت اوالي اوالي زينب زينب نادت العباس تقول اسمع بك وصياح 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 صاير ابو فاضل زينب نادت العباس تقول اسمع بك وصياح 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 وابو فاضل يقل لها جبن الوالد الجراح سولف لي ابو فاضل ايش صار قالها وشاف الجرح يا زينب اوحن وصفق راحب براح 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 والله شو اسولف لك بعد عنه بابونا ما بقت ظنه يا زينب ايسي منه مثل ما ايس الجراح منه وطبرته شدها ما قبلت جواب ابو فاضل من ورا الستار نادت علي من صحت يا حسن يا حسن يا حسن خويا شلون ابونا 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 اشوف الليل انخطف لونا لو انكم يا خوتي تقعدونا وجرح البراسة تشدونا من جاوبها اجاها الحسين ضم زينب الى صدره ناداها الحسين ودمعته بعينه يا اختي يا زينب يا حزينه انا خبرنك خبر لا تظهرين ترى والدي روح من ايدينا صاحت زينب باعلى صوت وعلياه وابتاه امير المؤمنين فتح عينه ايش صاير حيدر صاح حيدر بس سمع زينب تبكي صاح سكتوها ويا ولادي مثل ما كنت باريها اريد انكم تباروها هاي مخدرة تدرون بالذلة تخلوها امرت زينب اخرج الرجال رفع الستار اجت سلام الله عليها القت بنفسها على جسد امير المؤمنين اريد اوديك الوحدة عزيزة اذا انكسر قلبك اطلب حاجتك خرت على ابوها تحبيده وتناديه علي رخصني بعصب الطبرة يا سنادي بشنو تعصبينها يا زينب قالت بقناع امي فاطمة بضغت الهادي بقناع امي فاطمة بضغت الهادي فتح عين امير المؤمنين زينب كم جرح واحد كم جرح براسي قالت جرح واحد يا علي قالها زينب هذا الجرح يهون يجي يوم تقعدين على جسد الحسين يا زينب جروح الراس لا واحد ولا اثنين تشدي جرح منه يسيل جرحين ويا زينب تصيح حسين وحزني على حسين تصيح حسين وحزني على حسين وحزني على حسين نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا
نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة. قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلامة يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي السلامة للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرت جبينه. ما ظنتي والدي من طبرته يقوم، وهذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم. قزر أبونا حسبته يوم بعد يوم، لا نتغير وانت حايل ما تنظرينه. صحيت صحيت يا عقلي نطلب من الله السلامة، ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى. قالها يا ثكل العيد لا تترقبينه. فتح عيون المرتضى والدمع يجري، وقالها يا زينب بالنجف محفور قبري. قالت يا ابو الحسنين بعدك كيف صبري، يا ابوي كيف ارجعي بلياك المدينه.